السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا بالقناة. تحليل بروتين بول 24 ساعة أو تحليل البول لمدة 24 ساعة. ليه إحنا بنعمل التحليل ده وإيه هي أهم الشروط قبل إجراء هذا التحليل؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو، فخليكم معنا. تحليل البروتين أو تحليل البول لمدة 24 ساعة ده تحليل بيطمننا على سلامة الكلى وهل هي فيها مشاكل ولا لا. إذا اتضح من تحليل وظائف الكلى العادي وارتفاع نسبة الكرياتينين أعلى من المعدل الطبيعي أو وجود كمية من الزلال في تحليل البول العادي، فلازم نعمل تحليل تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نطمن على سلامة الكلى. وهذا التحليل أيضا يعتبر من أدق التحليل اللي بيقيم عندنا الكلى بالنسبة لمريض السكر، سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني. عشان كده المرضى دول هم مرضى السكر لازم يعملوا تحليل تجميع البول مرة كل عام للإطمئنان وتقييم الكلى عند هؤلاء المرضى. طب إيه هي الشروط قبل إجراء هذا التحليل؟ بنسأل دايما إزاي أنا هجمع عينة البول؟ هي أول عينة بعملها تضاف للعينة ولا لا؟ نفترض إنك أنت بدأت تجمع عينة البول الساعة 8 صباحا، هندخل الحمام الساعة 8 ويتم تفريغ المثانة تماما من أي مية موجودة فيها. بعد ذلك الوقت يعني بعد الساعة 8 أي عينة بول يتم تجميعها في إناء نظيف أو جركن نظيف، ونجمع العينة لغاية الساعة 8 تاني يوم، وبكده نكون جمعنا عينة البول خلال 24 ساعة، وبنحفظ العينة في باب الثلاجة لغاية ما نوديها المعمل. بعض العوامل الأخرى ممكن تؤدي إلى زيادة نسبة البروتين في عينة البول 24 ساعة، عشان كده لازم نخلي بالنا منها. طب إيه هي العوامل دول؟ عندنا 6 عوامل بناخد بالنا منهم. أول عامل عندنا اللي هو وجود التهاب في مجرى البول، وعشان كده بنطلب بعد هذا التحليل تحليل بول كامل عشان نعرف فيه وجود التهاب ولا لا. مثلا ارتفاع نسبة الصديد هتخلي التهاب في الكلى، وبالتالي هتظهر عندنا البروتين مع وجود الالتهابات. رقم 2 ارتفاع درجة الحرارة، عشان كده لازم ناخد بالنا انه الشخص اللي هيعمل التحليل ده ما يكونش عنده ارتفاع درجة الحرارة قبل اجراء هذا التحليل. رقم 3 النشاط البدني القوي، لو انت بتمارس رياضة او بتمشي وبتعمل مجهود بدني زيادة بالتالي هيظهر عندك بروتين في البول. عشان كده الشخص اللي هيعمل التحليل قبلها بيوم لازم يتوقف عن اي نشاط بدني قبل اجراء هذا التحليل بيوم. رقم عندنا 4 الدورة الشهرية، البنت او الست اللي رايحة تعمل تحليل تجميع البول لمدة 24 ساعة لازم ما يكونش عندها الدورة الشهرية، مينفعش نعمل التحليل اثناء الدورة الشهرية. رقم 5 ارتفاع شديد في السكر في الدم، لو مريض ده مريض سكر لازم يكون مستوى السكر عنده مظبوط قبل إجراء هذا التحليل. رقم 6 نقلل تناول البروتينات قبل إجراء هذا التحليل بيوم أو أكثر في قبل إجراء هذا التحليل، يعني نقلل أكل البروتينات مثل اللحوم والفول والفاصوليا، أي نوع من أنواع البروتينات نمنع أكل البروتينات قبل إجراء هذا التحليل بيوم أو أكثر. وبكده إحنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان الشخص على فكرة إذا كان الشخص